ضمن خطة الكويت لجذب المستثمرين وتعزيز اقتصادها، قامت بتسهيل إجراءات إصدار التراخيص التجارية من خلال مركز الكويت للأعمال لتصبح 3 أيام فقط. 60 يوماً كانت الفترة الزمنية التي يحتاجها المستثمر لإصدار ترخيص تجاري في الكويت، لكنه بإمكانه اليوم التقدم بالطلب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والحصول على الموافقة خلال دقائق، ومن ثم مراجعة مركز الكويت للأعمال لتوثيق عقد التأسيس خلال زيارة واحدة فقط. رخص الإصدار منذ تأسيس المركز للوقت الحالي ما يقارب 38,000 ترخيص و 261، فهذا رقم كبير، وهذا إذا دل على أن الجميع فئات المجتمع لها الحق أنها تقدم على تأسيس شركة أو إصدار ترخيص تجاري بدون أي معاناة. 150 رخصة تجارية يصدرها مركز الكويت للأعمال يوميا، تتنوع بين شركات الأشخاص وشركات متناهية الصغر وأخرى للمركبات المتنقلة التي شهدت مؤخرا انتشارا ملحوظا بالكويت. فسرعة الحصول على رخصة تجارية شجعت الشباب الكويتي على المبادرة بتأسيس شركاتهم الخاصة. ساهم المركز في تخفيض إجراءات العمل، يعني المركز من تم تأسيسه إلى الآن أثمر جهوده، وهذا ترك أثر كبير في تعزيز دولة الكويت على مستوى 20 دولة على مستوى العالم، ومن المستويات اللي قدمها اللي هي تسهيل الإجراءات التأسيس للشركات بشكل عام. مركز الكويت للأعمال الذي تأسس قبل نحو 2 عزز مكانة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وللمرة الأولى صنفت الكويت هذا العام من أكثر 20 دولة تحسنا في المؤشر، وتطمح اليوم إلى تقليص مدة إصدار التراخيص التجارية من 3 أيام إلى يوم واحد قريبا. خالد كبي، سكاي نيوز عربية، الكويت.